أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في برنامج حكايات الأصمعي والتي نذكر فيها شيئا مما نقله لنا الأصمعي وانتقاه لنا من أشعار العرب وأخبارهم وجميل حكاياتهم ومروياتهم وفي وصف شعر عن السدري قال: سمعت الأصمعي يقول: شعر ابي العتاهيه كساحه الملوك يقع فيها الجوهر والذهب والتراب والخزف والنوى وابو العتاهيه هو اسماعيل بن القاسم بن سويد العيني ابو اسحاق شاعر مكثر سريع الخاطر في شعره ابداع يعد من مقدمي المولدين من طبقه بشار وابي نواس وامثالهما كان يجيد القول في الزهد والمديح واكثر انواع الشعر في عصره. ولد ونشا ابو العتاهيه قرب الكوفه وسكن بغداد وكان في بدء امره يبيع الجرار ثم اتصل بالخلفاء وعلت مكانته عندهم وهجر الشعر مده فبلغ ذلك الخليفه العباسي المهدي فسجنه ثم أحضره إليه وهدده بالقتل إن لم يقل الشعرة فعاد إلى نظمه فأطلقه وتوفي في بغداد سنة 211 للهجري وعن علي بن عيسى بن جعفر قال كنت صبيا في دار الرشيد فرأيت شيخا ينشد والناس حوله ليس للإنسان إلا ما رزق أستعين الله بالله أثق علق الهم بقلبي كله وإذا ما علق الهم علق بأبي من كان لي من قلبه مرة ود قليل فسرق يا بني الإسلام فيكم ملك جامع الإسلام عنه يفترق لندى هارون فيكم وله فيكم صوب هطول وورق لم يزل هارون خيرا كله قتل الشر به يوم خلق فقلت لبعض الهاشميين اما ترى اعجاب الناس بشعر هذا الرجل فقال يا بني ان الاعناق لتقطع دون هذا الطبع قال ثم كان الشيخ ابا العتاهيه والذي ساله ابراهيم بن المهدي ومن امور حكم الوادي عن قعنب بن المحرز الباهلي عن الاصمعي قال رايت حكما الوادي حين مضى المهدي الى بيت المقدس وقد عارضه في الطريق واخرج دفه ونقره فيها وله شعيرات على راسه وقال انا والله يا امير المؤمنين القائل ومتى تخرج العروس فقد طال حبسها فتسرع اليه الحرس فقال دعوه وسال عنه فاخبر انه حكم الوادي فوصله واحسن اليه والمهدي هو الخليفه العباسي ومن جميل الجمع بين الرثاء والمديح قال ابو دلامه يرثي المنصور ويمدح المهدي عينان واحدة ترى مسرورة بإمامها جذلى وأخرى تذرف تبكي وتضحك تارة ويسوءها ما أبصرت ويسرها ما تعرف فيسوءها موت الخليفة محرما ويسرها أن يقوم هذا الأرأف ما إن رأيت ولا سمعت كما أرى شعرا ارجله واخر انتفوا اهدى لهذا الله فضل خلافه خلافه ولذاك جنات النعيم تزخرف هلك الخليفه يا لامتي احمد واتاكم من بعده من يخلف فابكوا لمصرع خيركم ووليكم واستبشروا بقيام ذا وتشرفوا وابو دلامة هو زند بن الجون الاسدي شاعر مطبوع من اهل الظرف والدعابه اسود اللون جسيم وسيم كان ابوه عبدا لرجل من اسد واعتقه ونشا في الكوفه واتصل بالخلفاء من بني العباس فكانوا يستلطفونه ويغدقون عليه صلاتهم وله من بعض مدائحه وكان يت يتهم بالزندقه لتهتكه. واخباره كثيره متفرقه. مات سنه 161 هجريه. ومن لطائف ابي دلامه انه دخل على المهدي وعنده عيسى بن موسى والعباس بن احمد وجماعه من بني هاشم. فقال المهدي: يا ابا دلامه قال لبيك يا امير المؤمنين. قال لئن لم تهج واحدا ممن في هذا المجلس لاقطعن لسانك فنظر الى القوم فكلما نظر الى واحد منهم غمزه بان عليه رضاه فعلم انه قد وقع وقال انا احد من بالمجلس ثم انشد يهجو نفسه الا ابلغ اليك ابا دلامة فليس من الكرام ولا كرامته إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا نزع العمامة جمعت دمامة وجمعت لؤما كذاك اللؤم تتبعه الدمامة فإن تك قد أصبت نعيم دنيا فلا تفرح فقد دنت القيامة فضحك المهدي وسر القوم اذ لم يسئ الى احد منهم ثم قال له المهدي تمنى فقال يا امير المؤمنين اتامر لي بكلب صيد فسبه وقال ما تصنع به فقال الحاجه لي املك يا امير المؤمنين فقال صدقت اعطوه كلبا فاعطيه فقال يا امير المؤمنين لا بد لهذا الكلب من كلاب فامر له بغلام مملوك فقال يا امير المؤمنين او يهيئ لي ان اصيد راجلا اي امشي على رجلي فقال اعطوه دابه فقال ومن يسوس الدابه فقال امير المؤمنين اعطوه غلاما سائسا فقال ومن ينحر الصيد ويصلحه ويطهوه فقال اعطوه طباخا فقال ومن يأويهم فقال اعطوه دارا فبكى ابو دلامه وقال ومن يمون هؤلاء كلهم فقال يكتب له بمائه جريب عامره ومائتي جريب غامره فقال وما الغامره وهو يعلم قال التي لا نبات فيها قال فانا اعطيك مائتي الف جريب من فيافي بني اسد اي من قبيلته فضحك امير المؤمنين وقال ما تريد قال بيت المال قال على ان اخرج المال منه قال يصير حينئذ غامرا فاستفرق ضحكا وقال اذهب فقد جعلتها لك كلها عامره فقال يا امير المؤمنين ائذن لي ان اقبل يدك قال اما هذه فدعها فقال والله ما تمنع عيالي شيئا اهون عليهم منها فناوله يده فقبلها ومما يذكر عن المهدي انه خرج المهدي يتصيد فغار به فرسه حتى وقع في خباء اعرابي فقال يا اعرابي هل من قرى فاخرج قرص شعير فاكله ثم اخرج له فضله من لبن فسقاه ثم اتاه بنبيذ في ركوه فسقاه والركوه اناء صغير من جلد فيه الماء فلما شرب قال اتدري من انا؟ قال لا قال انا من خدم امير المؤمنين الخاصه قال الاعرابي بارك الله لك في موضعك ثم سقاه مره اخرى فشرب فقال يا اعرابي اتدري من انا؟ قال زعمت انك من خدم امير المؤمنين الخاصه قال لا انا من قواد امير المؤمنين قال رحبت بلادك وطاب مرادك ثم سقاه الثالثه فلما فرغ قال يا اعرابي اتدري من انا؟ قال زعمت انك من قواد امير المؤمنين قال لا ولكنني امير المؤمنين فاخذ الاعرابي الركوه فاوكاها ثم قال اليك عني فوالله لو شربت الرابعه لادعيت انك رسول الله فضحك المهدي حتى غشي عليه ثم احاطت به الخيل ونزلت به الامراء والاشراف فطار قلب الاعرابي فقال له لا باس عليك ولا خوف ثم امر له بكسوه ومال جزيل الى هنا اعزائي المشاهدين فاصل ونعود اليكم مره اخرى حياكم الله اعزائي المشاهدين نعود اليكم مره اخرى وفيما يدور من هجاء بين جرير وغيره من الشعراء عن الرياشي قال قال الاصمعي وذكر جريرا وذكر جريرا فقال: كان ينهشه ثلاثه وأربعون شاعرا فينبذهم وراء ظهره ويرمي بهم واحدا واحدا ومنهم من كان ينفحه فيرمي به وثبت له الفرزدق والأخطل وقال جرير والله ما يهجوني الأخطل وحده إنه ليهجوني معه خمسون شاعرا كلهم عزيز ليس بدون الأخطل وذلك أنه كان إذا أراد هجائي جمعهم على شراب فيقول هذا بيت وهذا بيت وينتحل هو القصيده بعد ان يتمموها وفي فخر جرير بابيه قال اسحاق وقال الاصمعي حدثني بلال بن جرير او حدثت عنه ان رجلا قال لجرير من اشعر الناس؟ قال له قم حتى اعرفك الجواب فاخذه بيده وجاء به الى ابيه وفي فخر جرير بأبيه قال اسحاق وقال الاصمعي حدثني بلال بن جرير او حدثت عنه ان رجلا قال لجرير من اشعر الناس؟ قال له قم حتى اعرفك الجواب فاخذه بيده وجاء به الى ابيه وقد اخذ عنزا له فاعتقلها وجعل يمص ضرعها فصاح به اخرج يا ابت فخرج شيخ دميم رث الهيئة وقد سال لبن العنز على لحيته فقال ألا ترى هذا؟ قال نعم قال أو تعرفه؟ قال لا قال جرير هذا أبي أفتدري لم كان يشرب من ضرع العنز؟ قال لا قال مخافة أن يسمع صوت الحلب في الإناء فيطلب منه اللبن ثم قال جرير اشعر الناس من فاخر بمثل هذا الاب ثمانين شاعرا وقارعهم به فغلبهم جميعا وفي نقد عبد الملك لجرير عن الرياشي قال حدثنا الاصمعي عن ابي عمرو قال لما بلغ عبد الملك قول جرير هذا ابن عمي في دمشق خليفه لو شئت ساقكم الي قطينا قال ما قال عبد الملك ما زاد ابن المراغه على ان جعلني شرطية اما انه لو قال لو شاء ساقكم الي قطينا لسقتهم اليه كما قال وفي سؤال جرير عن صاحبيه عن الرياشي قال: حدثنا الاصمعي عن ابي عمرو قال: سئل جرير اي الثلاثة اشعر؟ فقال: اما الفرزدق فتكلف مني ما لا يطيقه، واما الاخطل فاشدنا اجتراء وارمانا للغرض، واما انا فمدينة الشعر. وفي وصف جرير للاخطل قال ابن النطاح حدثني الاصمعي قال: انما ادرك جرير الاخطل وهو شيخ. قد تحطم وكان الأخطل أسن من جرير وكان جرير يقول أدركته وله ناب واحد ولو أدركته له نابين لأكلني وفي وصف الشعراء للقطات عن أبي حاتم عن الأصمعي أن أبا الحضير أنشده لعمر بن عقيل ابن الحجاج الهجيمي أما القطاة فإني سوف أنعتها نعتا يوافق نعتي بعض ما فيها صفراء مطروقة في ريشها خطب صفر قوادمها سود خوافيها منقارها كنوات القسب قلمها بمبرد حاذق الكفين يبريها تمشي كمشي فتاة الحي مسرعة حذار قوم إلى ستر يواريها. قال الأصمعي: مطروقة يعني أن ريشها بعضه فوق بعض، والخطب لون الرماد، ويقال للمشبه به أخطب. تنتاش صفراء مطروقا بقيتها، قد كاد يأزي من الدعموص آزيها. تنتاش تتناول بقية الماء، والمطروق الماء الذي قد خالطه البول وقوله يازي ان يقل عن الدعموص فيخرج منه لقلته والدعموص الصغير من الضفادع نتوقف هنا اعزائي المشاهدين في حلقتنا هذه من برنامج حكايات الاصمعي على ان نلتقي بكم باذن الله تعالى في الحلقه القادمه فالى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا البرنامج برعايه مؤسسه عبد العزيز سعود البطين الثقافيه